السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسنيم. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة، أنا قناتي نقد اجتماعي يا جماعة. أنا بطلع بنتقد القنوات الكبيرة، أو بقول رأيي في القنوات الكبيرة بكل أدب واحترام. أنا ما بغلطش في حد، ويعني أنا لما أجي أنتقد قناة وتبعت تقول لي أنا هعمل لك إنذار، ويعني عايزين ما يخلونيش أتكلم أو أقول رأيي، لا أنا بنتقد بكل أدب واحترام، ما بغلطش في حد. اليوتيوب منصة محترمة كلنا شغالين فيها، هي مش عزبة أبوكو كل واحدة تبعت وتقول لي أنا هعمل لك إنذار لو اتكلمتي على قناتي. أنا ما بخافش من حد يا جماعة، دي منصة، اليوتيوب ده منصة محترمة كلنا شغالين فيها. لما اطلع اقول رايي في اي قناه يا جماعه كبيره، ما ينفعش واحده تقول لي مثلا ده انا اوعي تتكلمي على كذا كذا هيعمل لك انذار، اوعي تتكلمي على مش عارف مين هتقفل لك القناه. لا، اليوتيوب ده منصه محترمه وانا ما بخافش من حد، انا بنتقد بكل ادب واحترام وما بغلطش في حد. موضوع النهارده يا جماعه عن صدفه جات. صدفه جاد يا جماعه، طبعا انتوا عارفين قناه صدفه جاد قناه كبيره وليها احترامها، وقناه انا بحبها، واحده من الناس يعني. انا هقول لكم بس ايه اللي بيضايقني في القنوات الكبيره وبيضايقني في اسلوبهم، ايه اللي بيخليني انتقدهم واتكلم عنهم زي يوميات فاطمه كده. صدفه جاد يا جماعه، طبعا اول ما ابتدت مشوارها اول ما ظهرت لنا اصلا، احنا شفناها على قناه النهار مع رهام سعيد، ساعة ما طلعت وقعدت تقول خطيبي وناس عاملين لي عمل ودفنينه في المقابر، وخطيبي سابني بسبب الأعمال، وأنا عليا جن وإخواتي بيخافوا مني وعليا عفريت والكلام ده. هي من بعد الكلام ده يا جماعة وهي ظهرت للناس، طبعا أول ما عمل القناة على اليوتيوب وهي كانت عاملة مقابلة مع رهام سعيد وكان موضوعها معروف على اليوتيوب، طبعا طبيعي إن هي تنجح وقناتها تجيب مشاهدات وتجيب متابعين كتير، إحنا ما بنحسدهاش، ربنا يزيد ويبارك. بس انا عتبي عليها ان هي تطلع برضو تقعد تقولك انا ما بقبضش قبض كبير من اليوتيوب، انتوا باصين لي ليه، انتوا بتحقدوا عليا ليه، انتوا بتجزوا عليا ليه، انتوا هتقتلوا نفسكم مني ليه. لا يا جماعه، صدفه جت بتقبض وبتقبض قبض عالي، وكل القنوات، مش صدفه جت بس، كل القنوات الكبيره يا جماعه بتقبض مبالغ كبيره بال200 وال300 وال400 الف في الشهر. تطلع تقولك لا انا ما معيش، انا ظروفي على قدي. لا، بطلوا كذب، انتوا عملتوا شقق وجبتوا بيوت وجبتوا كل حاجه حلوه في بيوتكم من فلوس اليوتيوب. انا نفسي بقى تطلعوا وتقولوا شكرا للمتابعين، شكرا لليوتيوب، شكر لربنا هو اللي عمل معانا كده. لكن ما تطلعوش تقعدوا برضو تقولوا لا اصل احنا معناش فلوس، لا اصل احنا ظروفنا تعبانه، مش عارف انتوا بتحسدوا علينا ليه، انتوا بتحقدوا علينا ليه. لا يا جماعه، ما حدش بيحسد حد ولا بيحقد على حد، انتوا المفروض لما تبان عليكم النعمه الفلوس تجري في ايديكم من اليوتيوب، تطلعوا تشكروا اليوتيوب وتشكروا المتابعين وتشكروا ربنا قبل اي حد، هو اللي بيديكم الفلوس وبيبعت لكم المتابعين، مش تطلعوا برضو تقعدوا تقولوا معناش ومش عارف ايه. لا، كل ده مش هيتصدق، لان الناس كلها دلوقتي عارفه انتوا بتقبضوا كام ومعاكوا كام. برضو عتبي على القنوات الكبيره ومنهم صدفه جاد بسبب موضوع الفضايح يا جماعه اللي انتوا بتعملوها على اليوتيوب، تطلعوا وتقولوا فضايحكم. اختها فاطمه وحماتها طلعوا قعدوا يجرحوا ببعض، اصل جوزها سابها وهي عيانه، اصل جوزها مشي مع واحده وسابها وهي بتعمل عمليه، اصل مش عارف فاطمه ايه، اصل مش عارف ايه، وعمالين يعملوا الفضايح اللي هي المشاكل الشخصية على اليوتيوب، مطلعينها على اليوتيوب وبيقولوا. ده برضو موضوع مهم انا اتكلم فيه، ما ينفعش يا جماعة فضايحنا تطلع كده على اليوتيوب، مشاكلنا الخاصة تطلع على اليوتيوب، اي حد يسمع مشاكلنا، ما ينفعش. انت قدموا محتوى، وهي فعلا صدفة جد يا جماعة، انا ما يعني انا بحبها، هي ست ثبتت نفسها بالقناة بتاعتها واتشهرت بشغلها يعني بنفسها، ما حدش ساعدها. برضو هي كانت بتطلع تقعد تقول انا مش ساعد القنوات، ما حدش يبعت يقول لي دعم ولا الكلام ده، انا ما بساعدش حد. برضو الحتة دي ضايقتني برضو فيها، انت لما تساعد الناس الناس تساعدك. انت عارفه لما انت تشيري الواحده فيديو ولا حاجه، انت مش عارفه الواحده دي تبقى حاطه امالها عليكي قد ايه، وتقول يمكن يجي لي من عندها متابعين، يمكن ربنا يفرجها من عندها. انت عارفه ان انت بتكسفيها كده لما بتقولي كده، وبتقولي انا مش هساعدها ومش يعني مش هقدم لها مساعده. برضو دي حاجه كانت بتضايقني فيها، ما هي كانت بتطلع تتكلم كده. مش هي بس يا جماعه، قنوات كتير
قنوات كبيرة يا جماعة كانت بتطلع وتقعد تقول فضايحها على اليوتيوب، وكان برضو يقعدوا يتكلموا ويفضحوا بعض على اليوتيوب، وده موضوع المفروض ما كانش يبان على اليوتيوب. فضايحنا بينا وبين نفسينا. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.